حتى بنا فوق الأجر. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي من تمسك بكم سادتي وأمن من لجأ إلى حسنكم طبتم طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. خان الزمان بنا خان الزمان بنا فشتتنا كما خانت بنو صخر ببيعة مسلم. خان الزمان بنا فشتتنا كما خانت بنو صخر ببيعة مسلمين. لم أنسه بين العدا وجبينه كالبدر في ليل العجاج المظلمين. أفديه من بطل مهيب إن سطى لف الجموع مؤخرا بمقدمي. شهم نمته إلى البسالة هاشم والشبل للأسد المجرب ينتمي. حتى إذا ما أثخنوه بالضبا ضربا وفي وسط الحفيرة قد رمي. جاءوا إلى ابن زياد فيه فمذرأ إلى القصر قد وافاه غير مزايا. ما شاء الله إلك إلك اسمه. هي ومن الوريدين اخضبوه بي
شاء الله. صعدوا به للقصر وهو مكبل تجري دماء من الجوارح والفم. دفعوه من أعلى الطمار إلى الثرى. فتكسرت منه حنايا الأعظم خويا اجت لي العفيفة وسجت ماي وقالت قوم شنو قعدتك هاي لا تقعد يا روحي وماي عيناي قوم وروح لأهلك شاغلك وإي خويا ون يتقطع من هالفاد يا هالحرة هالي ما هم بالبناي غريب الدار غريب الدار وهني عني ابعاد ابعاد وين اهلي غلي ما هم جريبين صاحت اظن مسلم وغيرك مش مسلم هلا وكل الهلا يا ولعلي الاخدي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صلوا على محمد وآل محمد. الآية الكريمة أو السورة الكريمة المعروفة بسورة تبت أو سورة المسد لها عدة أسماء يعني، وهذه السورة سورة مكية وهي أول سورة نزلت فذكرت أو ذكر فيها اسم من الأسماء، لأن عادة الله سبحانه وتعالى ذكر الأسماء في القرآن أقل مما يكون بالوصف، لأن في بعض الأوقات القرآن يذكر الاسم إما بالخير وإما بالشر. مثلا لما تأتي إلى الأنبياء سلام على نوح في العالمين، مثلا سلام على موسى وهارون، هذا ذكر أسماء بالخير. بالمقابل عندنا ذكر أسماء بالشر، ذكر أسماء بمن يصير بالشر يصير كثيرة موجودة مولانا. مثلا من جملتها اذهب إلى فرعون إنه طغى، هذا اسم فرعون مباشرة اجى في القرآن، وفرعون وهامان وجنودهما كانوا ظالمين أو في آية كافرين. في آية ثالثة إن قارون، هاي أسماء بعد، إن قارون كان من قوم موسى فبغى يعني طغى، بغى يعني طغى عليهم. من جملتها هذا الاسم، هذا أول اسم ذكر ذما في القرآن الكريم من السور المكية اللي قال تبت يدا أبي لهب وتب. هسا هذا أبو لهب ياهو وشنو اسمه وشنو تاريخه وهي مرته منه أصلا، زين هذه تحتاج إلى شرح، زين وشنو ربطه بمسلم بن عقيل، شلون نربطها بمسلم بن عقيل راح نتطرق له خلال البحث إن شاء الله تعالى. زين قبل أن أبدأ كسيرتنا وعادتنا نذكر فضيلة من فضائل هذه السورة الكريمة. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله
في فضل هذه السورة الكريمة. من قرأها، يعني من قرأ سورة المسد، رجوت من الله ألا يجمع بينه وبين أبي لهب في دار واحدة. اللي يقرأها يكثر من قراءتها ويستمر بقراءة هذه السورة، الله ما يجمع بينه وبين أبي لهب في دار واحدة. دار أبو لهب بالجنة لو بالنار؟ بالنار طبعا، واضح حبيبي. لكن هذه مو مجرد قراءة، طبعا أنتم تعرفون ما شاء الله، مو مجرد قراءة وإلا كلها قاعد تقرأها زين، مو مجرد قراءة، وإنما القراءة والعمل بها، ألا يكون مسيري ويكون طريقي ومشي ونهجي كأبي لهب. ليس هيك، مو مجرد بس قراءة. أعطيك واحدة ثانية مولانا، الثانية عن الإمام الصادق عليه السلام، طبعا أنا كاتب ثلاثة أعطيك اثنين. عن الإمام الصادق عليه السلام، من قرأها في فراشه قبل النوم يقرأها. أكو آداب أنا ذاكرها في موقعنا مولانا، في قناتنا على النت، أنا ذاكر أعمال ما قبل النوم، كل وحدة وشنو أثرها زين. أعمال قبل النوم، الوضوء مثلا شنو أثره، تتوضأ وتنام، تسبيح الزهراء سلام الله عليها، السبح تسبيح الزهراء قبل المنام، سورة التكاثر مثلا قبل المنام، أكو عدة أعمال، من جملة هذه الأعمال قراءة سورة المسد. قراءة سورة المسد، من قرأها في فراشه كان في حفظ الله وأمانه إلى طلوع الفجر. تبهتم مولانا؟ يكون في حفظ الله وفي أمان الله إلى طلوع الفجر إن شاء الله تعالى. زين، هسه نبدأ بتفسير الآية والسورة. سبب نزول هذه السورة، هذه السورة نزلت بعد إعلان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسالته بالعلن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، رسالة النبي كم سنة كانت بالخفاء؟ 3 سنوات. بعد 3 سنوات نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، صار الإنذار لرسول الله بمن؟ بالعلن. فمن جملة ما علن رسول الله جاب عشيرة أهله، ياهم جماعة عمامه، أبو لهب كان، أبو طالب كان، والجماعة حمزة كان، الجماعة وأولاد عمه، جمعهم وسوى له وليمة زين، أو خلى لحم فخذ واحد مال شات خلاه، وهذول بيهم 40 رجل. فهذا من دخل أبو لهب، أسأقول لك يا هو أبو لهب شو اسمه، من دخل أبو لهب قال إن الواحد منا يأكل شاتا، الواحد منا يأكل طلي كامل وحدة، وأربعون على فخذ، مو معقول يعني 40 نفر على فخذ داعينا أنت، إحنا الواحد منا يأكل شات على فخذ. النبي التفت قال يا أبو الحسن، يا علي، يا علي، لأن الإمام علي كان موجود. عمر الإمام علي كم سنة هنا؟ 3 سنوات بعد البعثة. أي من اللي قال توه؟ 13، لأن 10 سنوات عند البعثة، 10 سنوات عند البعثة، 3 سنوات بعد البعثة عمر الإمام كم سنة يصير؟ 13 سنة. كان واقف عند الباب وهو ابن عم النبي بعد صلى الله عليه وآله، قال له يا علي وزع الطعام، وزع الطعام. الكل 40 كلهم أكلوا من الطعام ولم ينقص منه إلا قليلا، وشبع الكل والجميع. هذا بركة طعام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الزلمة أبو لهب قطع كلام النبي، قطع كلام النبي، ما استطاع النبي أن يعلن الرسالة مرة ثانية إلى أن أعلنها في المرة الثالثة. في مرة من المرات صعد على ربوة، ربوة يعني علوة تل، صعد على ربوة رسول الله عند الكعبة، قال يا صباحة. صباحة تعرفون شنو مولانا؟ قديما قبل الإسلام في الجاهلية إذا رادوا ينبهون على خبر مهم يصعدون على ربوة علوة ويصيح يا صباحة، الكل شنو مولانا يتجمع لاستماع هذا الخبر المهم. فصاح النبي يا صباحة، يا بني فلان، يا بني فلان، يا ظل يسحب العشائر والقبائل تجمعت، من جملتهم ركض ياهو، ركض أبو لهب. من وصل إلى النبي قالهم إن أخبرتكم على أن جيشا جرارا يأتيكم خلف هذه الربوة، إذا جيش راح يجيكم من وراء الربوة العلوة هاي، أتصدقون أم تكذبون؟ قالوا له نصدقك. قالهم لماذا؟ قالوا له لأننا لم نسمع منك كذبة واحدة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معروف عندهم بمن؟ بالصادق والأمين.
فاحنا ما سامعين منك كذب. قالهم إن كنتم تصدقوني فأنا رسول من الله إليكم وأهديكم إلى صراط مستقيم. أول واحد اعترض ياهو عمه أبو لهب. إيش قال له؟ أنا أعتذر من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بس بعد هذا عمه مخوش آدمي. زين إيش قال له؟ قال له تبا لك ألي هذا دعوتنا؟ قال له تبا لك ألي هذا دعوتنا؟ نزلت الآية شنو ورانا؟ تبت يدا أبي لهب وتب. تبا إله مو إلك يا رسول الله. هذا سبب نزول الأول. سبب نزول الثاني بالقعدة صارت، باي وأنذر عشيرتك الأقربين بالقعدة، لما هداهم رسول الله وأخبرهم بالرسالة إيش قال له أبو لهب؟ قال له إن أسلمت آمنت بدينك مالي، إذا أنا صرت مسلم إيش تطيني؟ قال لك مالي المسلمين وعليك ما على المسلمين. قال له أما أفضل عليهم؟ أنا ما أتفضل عليهم. قال له بماذا تفضل عليهم؟ قام أبو لهب زعل، قال له تبا لدين يسوي ويجمع بيني وبين غيري في سطح واحد سواء. نزلت الآية تبت يدا أبي لهب وتب. واضح حبيبي؟ هذه المورد الثاني. زين نزلت الآية تبت يدا التب، وتعرف شنو التب؟ التب بمعنى الخسران المستمر والخسران الذي ينتهي إلى الهلاك والقطع والباتر، يسمونه شنو مولانا؟ تبت. تبت يدا، يدا اثنين مو ايد اثنين. ليش جاب الايد لكلمة تبت؟ جاب الايد لكلمة تبت لان بها غاية مولاي. ينقل رجل اسمه طارق المحاربي يقول كنا في السوق، ليش ارد اقول لك ليش قال تبت يدا؟ ليش الايد؟ يقول كنا في سوق ذي المجاز يسمونه هذا السوق، فمر غلام شاب جميل وينادي الى الاقوام والى القبائل يقلهم أيها الناس، يا أيها الناس أسلموا وآمنوا بالله الذي لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يصيح وأكو رجل وراء يمشي يصيح أيها الناس إنه كذاب، أيها الناس إنه كذاب، ويرميه بكلا يديه بالحجارة. تنتبه له لا ها؟ يصيح قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهذاك واحد رجال كبير وراء يصيح إنه كذاب ويرميه بكلا يديه بالحجارة، نوبة بهذه نوبة بهذه، يضربه بالحجارة. يقول أنا سألت قلت لهم من الغلام ومن الرجل؟ قالوا له الغلام هذا هو محمد الأمين صلى الله عليه وآله. يدعي أنه نبي من الأنبياء، والذي خلفه هذا اللي وراه هذا عمه أبو لهب يكذبه، يدعي أنه كذاب لأن يرمي النبي بالحجارة اثنين إيدين، فأدميتا ساقا رسول الله. نزلت الآية شنو؟ تشير إلى اليد، لأن ضرب النبي بمن؟ باليدين. قال تبت يدا اثنين، يضرب بهاي يضرب بهاي، قد مهروش مولان يضرب بهاي يضرب بهاي. سبحان الله. أي أخواني ترى إذا تجي للعقل شوفوا الأنبياء بعض الأوقات تورطون من جماعة من هو بيهم. شوف أنا كاتبها الآن. زين الأنبياء في بعض الأنبياء تورطوا من اللي، والمشكلة هذول اللي يتورطون من الأقارب مولانا رسالة تسير شنو؟ أصعب أثقل. ليش؟ لأن اللي منه وبيه كذبه، هذا يصيح ايش هذا يقول كذاب. مثلا كانوا جماعة يجون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هو كان كبير، هو أبو لهب كان كبير، عنده اثنين أولاد اسمه عتبة وعتيبة وأخص من نبوهم. زين الكلب لا يلد إلا وما يجيب غزال بعد، هو كلب أجلكم الله. واضح مولانا؟ هذا أبو لهب عنده أولاد عتبة وعتيبة، هو مات مشرك وأولادهم مشركين ومرتهم مشركة. يتورطون الأنبياء ببعض الأقارب فيتألمون. مثلا نوح ياهي مرته، لوط زوجته. هذا نوح يهدي الناس 950 سنة كانت بس رسالته، 2600 سنة عمره، 2600 عمر، 950 بس الرسالة، 950 لم يؤمن به إلا من كان في السفينة. أول من كان يكذبه ياهي مرته، هو يصيح آمن وتقول هذا كذاب. زين إذا شاهدك من أهلك الناس شو صدق بيك مولانا؟ ما صدق ها؟ الثاني لوط، لوط هم تورط مرته مولانا. تدرون بعد هذول مو خوش أوادم قوم لوط، حتى واحد يستحي يحكيها مولانا. زين هذول مو خوش أوادم مولاي،
مرته مو خوش آدمية. فش تسوي إذا أجوا ضيوف إلى لوط؟ يصير النهار، إذا بالنهار، إذا بالنهار تصعد، تصعد تسوي نار وتخمد النار، شو يصير؟ يصير دخان من بعيد، يعني هلا الله أكو بعد هنا زين، تأشر يا هي زوجة لوط. أو إذا ليل شو تسوي؟ نار، شب النار على السطح فوق سطح دارها علامة أن أكو ناس عندنا. واضح مولانا؟ اللي القرآن هم يذل يقول وضرب الله مثلا للذين كفروا، كفروا، شوف كفروا، كفروا، يعني زوجة نبي شنو صارت؟ كافرة. شوف وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. هذول اثنين عندنا بعد نبي تورط ياهو ايضا نوح بمن؟ ابنه طلع مثل امه ما طلع مثل ابوه زين، ما شمره من عندها، ولهذا اختاروا لنطفكم ديروا بالكم شباب زين، العرق شنو؟ دساس زين حبيبي. فهذا كنعان، كنعان لاخر لحظه ولم يؤمن حتى اصبح من الغارقين، غرق وراح وهلك الى جهنم وبئس المصير. هذا نوح زين، هم بزوجته وهم بابنه. بعد ياهو اللي ذكرنا ها ابراهيم، عفية ابراهيم عليه السلام تورط بمن؟ بعمه، عمه ياهو آزر اللي القرآن يعبر عنه بالاب، واذ قال ابراهيم لابيه اللي هو عمه آزر. ها النبي صلى الله عليه واله وسلم هم تورط بمن؟ مثل هالاشكال، مثل ابي لهب. واضح مولانا؟ ابو لهب، ابو لهب هذا الرجل ابى رسول الله، هو رجل شويه كبير، يجون وفد لرسول الله يقولوا له احنا نريد ان نرى رسول الله، وين يروح؟ يروح للكبير، للكبير، الكبير ياهو ابو لهب. شو يقول لهم؟ يقول لهم تبا له انه مجنون. العم الكبير يقول لهم انه مجنون، حاشا لرسول الله. زين مولانا؟ ما انت بنعمه ربك بمجنون. واضح؟ الوفد يرجع، الوفد يرجع، دائما كان بذيء اللسان مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الاتفاقيه اللي توقعت على قتل رسول الله، الاتفاقيه اللي وقعوها القبائل على قتل النبي، من الذين وقع الاتفاقيه ياهم؟ هو هذا ابو لهب. والمران عمه وقع على قتله، هي ورطه، ترى ورطه زين. فهذا ابو لهب مولانا اذى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، كثير اذى رسول الله، هو وابنه، ابنه عتبه وعتيبه. هذا عتبه الكبير، خل انا انقل لك هذه، كان قاعد يم ابوه، ابو لهب، ابو لهب قال يقول لي محمد صلى الله عليه واله وسلم ان توجد بعد الموت جنه ونار، ولم ارى شيئا، ولم يضع بيدي شيئا، ما خلى بايدي شيء ملموس، بس يقول اكو جنه واكو نار واكو عذاب واكو برزخ واكو منكر ونكير واكو ملائكه واكو كذا، بس بايدي ما خلى شيء. ابن يمه وقدام الناس يفتح ايده هيك يقول تبا لمحمد لا ارى فيكما شيئا، وينكت بيديه، يهزع منين؟ من رسول الله. ابنه نفس الحاله، ابنه شو يصير للنبي؟ ابن عمه بعد، ابن عمه خليه يصلح. واضح مولانا؟ هذا ابن عتبه وقف امام النبي قال له كفرت بالنجم وما هوى. هو يقول لان سوره النجم شنو مولانا؟ مكيه. قال له كفرت بالنجم وما هوى، اكو عمل سوى، انا شويه استحي احكي، ما يعطيني قلبي شويه احكي لرسول الله صلى الله عليه واله. فهذا شويه اساء الادب مع رسول الله، القى ماء الفم زين، ما عنده ادب. فالنبي التفت اليه قال له سلط الله عليك كلبا من كلابه، الله يسلط عليك كلب من كلابه. بمجرد ان دعا رسول الله على ابن ابي لهب عتبه وقع الخوف في قلبه، ظل طول عمره ما يوقف بالصحراء زين، بالصحراء يخاف، بالصحراء ما يوقف. يوم من الايام كان ماشي ويا جماعه، مجموعه كبيره، هو يمشي جن الظلام عليهم، صار ليل، قالوا له يا عتبه فلنحط الرحال خل نرتاح والصبح نمشي، وين؟ وسط الصحراء. قال لهم لا نكمل الطريق. شويه مشوا قالوا له نحط الرحال تعبنا ترى. قالوا له الى ان بعد اقتنع. ايش سوى مولانا؟ نزل، من نزل وضع النياق حوله، خلى النوق حوله، نوخها وقعدها زين، وخلى النياق حوله خاطر اذا اجى اسد او شيء حيوان مفترس، طبعا شو تسوي الناقه؟ تهرب، تشيل روحها، تصرخ شيء كذا، ها؟ فهو يسمع فيقدر يلم روحه زين. خلى النياق حوله ونام، نام في وسط النياق، الجماعه هم وياه هم نايمين.
الله ألقى السكينة في قلوب النياق. زين، فجاء أسد والسكينة في قلوب النياق، ولا ناقة تحركت ولا ناقة خافت. تخلل الأسد من بين النياق ومن بين الرجال، راح مباشرة وين؟ سلط الله عليك كلبا من كلاب، راح لا عتبة أخذه أخذه. فهذول قاموا وسمعوا صريخة، لما قاموا بعد ما لحقوا له، وهذا أخو بعد مو تقول بزون مولانا جلك الله، سبع هذا ويطعب حقه شي يطلع، وهذا مولانا. فافترس قطعه إربا إربا قطعا قطعا إلى جهنم وبئس المصير. هذا موت عتبة. أبو لهب شلون مات؟ أبو لهب أنجس من ابنه مات. شلون مات مولاي؟ صار واقعة بدر بين المسلمين وبين المشركين. زين، لابد كل مشرك يشترك بالحرب ضد رسول الله. أبو لهب ما اشترك، وداله وكيل نائب من قبله يقاتل بدل عنه، طبعا بفلوس هاي، ها هو ما يطلع للحرب خواف، شي ودي واحد وكيل يقول له هالقد اعطيك مثلا اعطيك 1000 دينار، روح طق لك كم سيف وتعال. ها راحوا الجماعه يوم بدر، صار الانتصار لمن؟ لرسول الله، للمسلمين. فرجعوا منهزمين منكسرين. ركب ابو لهب جماعته لكبار قريش، قال لهم ما الخبر؟ قالوا له والله راينا رجالا بيض بثياب بيضاء على خيل، يعني جواد فرس أبيض، لا إلى السماء ولا إلى الأرض. هاي الملائكة اللي الله أرسلها حماية لرسول الله في واقعة بدر معروفة. زين، لا إلى السماء ولا إلى الأرض. هذا ظل فاك عيونه. أكو واحد يقول له أبو رافع، أبو رافع يصير عبد مملوك العباس، عم النبي أخو أبي لهب، هذا مملوك عنده، عبد عنده. قال له سيدي، قال له بلى، قال له هذه الملائكة، هاي لا إلى السماء لا إلى الأرض الملائكة. زين، دفعت وحامت وذبت عن رسول الله. هذا كله قلبه أبو لهب، من هذا قال للملائكة هذا عبد مملوك وقال ملائكة، وهذا محترق قلبه. أجا مولانا خفا قراجدي طق أبو رافع شنو ضربه، من ضربه ضربة قوية، ما اكتفى بالضرب، قام له، كان ضعيف البنية أبو رافع، شال أبو رافع وضربه أرضا، هذا أبو لهب، طقه مرة مرتين ثلاث ما اكتفى بذلك، قلهم كذوا مولانا، وأخذ بركة في بطنه، ظل يضرب ببطنه. زين، يا هي قاعدة زوجة أم الفضل، يقولوا لها زوجة العباس عم النبي قاعدة، هذا مملوك عندهم، فكل قلبها هذا أبو لهب. فأكو عمود، خذت العمود طقته براسه، ضربت أبا لهب وين؟ في رأسه ضربة ذكراء قوية، وشتمته. زين، أو طلع ذليل وملام، لاموه وذلوه وطلع. من طلع بعد أيام أصيب بمرض يشبه السرطان. زين، إلى أن مات. من مات مولانا ما دفن، ظل يومين ما دفنوا أولاده، عتبة وعتيبة. صار الجسد شد مولاي نتن، كل ما أرادوا أن يقتربوا إليه الناس خاطر يدبون عليه ماي ما قدروا، كلش رائحة نتنة. فجابوه سحبوه خلوه في مكان، رشوا عليه الماء عن بعد، هيك وذب من بعيد يذبون عليه الماي، ما يقدرون يقتربوا إليه. فأجوا تلثموا بلثام بعده ما صبوا عليه الماء، خلوه على حيوان أجلكم الله، وسحبوا الحيوان جروا إلى أن ودوه إلى أعلى مكة، وين أكو صخر. زين، جروا طاح جنازته، هو الخبيثة طاحت بالقاع، شلون يدفنونه؟ ياهو يحفر قبر، ياهو يدفنه، ما حد يدفنه. فطاح بالأرض، أخذوا يرموه بالحجارة لكي يدفن، أولاده وجماعته رموه بالحجار، رموه لما صار تل من الحجر عليه واندفن، مات إلى جهنم وبئس المصير. راح، وهذا حبيبي القرآن هم يشير إلى ذلك. شي يقول تبت يدا أبي لهب وتب، تأكيد، ها ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا المال مولانا العزيز كان عنده فلوسه، وشي سوى فلوسه؟ يجيب الأموال يبذلها للأطفال والنساء والفقراء. أكو ناس مو فقراء، هم أكو ناس خبيثين، كل واحد درهم 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 درهم، يقولهم إذا مر عليكم محمد الأمين فرموه بالحجارة. فيتعدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرمون الأطفال بالحجارة، الرجال بالحجارة، النساء. منين ماخذين فلوس؟ من عم النبي، من أبي لهب، وهذا حبيبي. زين، يضربونه، يقول هذه أموال ما راح تغني يوم القيامة، هذا أكيد راح سيصلى نارا ذات لهب. زين، بعد مولاي البحث طويل، وامرأته حمالة، هاي حمالة تصير حال، يعني حالة كونية حمالة الحطب، هاي مرته، ياهي مرته
هي مرته يا أخي، مرته أم جميل، أم جميل أخت أبي سفيان. زين هاي أم جميل، على العموم الباقي عليك. هاي أم جميل مرت أبي لهب، مرت أبي لهب. هاي حمالة الحطب، شو تسوي؟ تجيب الحطب مولاي شده بمسد. المسد تعرف شنو المسد؟ المسد حبل يسوونه من ليف النخل، يعكرونه ويشدونه، وتجيب الخشب، الخشب مع الشوك، بي شوك، شو تسوي؟ تخليه في طريق النبي. شقد خبيثة هاي، شقد خبيثة ملعونة هذه. زين تروح تصعد وتتعب وتجيب خشب بي شوك وتفرشه أمام النبي لكي إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم يتألم. زين بعد شو تسوي؟ تحفر حفرة وتغطي الحفرة وتضع فيها الحجر والأشواك في طريق رسول الله. إذا مر النبي يسقط في الحفرة مثلا، ما سقط النبي طبعا صلى الله عليه وسلم، هاي من عدائها. الله سبحانه وتعالى شو يقول؟ يقول في جيدها حبل من مسد، يوم القيامة هذا الحبل أنا أخليه في عنقها. تعرف الجيد وين؟ الجيد هذا الجانب، لا انتبه لي، احنا عندنا جيد، عندنا رقبة أو عندنا عنق، ثلاثة. البعض العلماء يقولون الجيد والعنق والرقبة واحد، وبعض علماء اللغة يقول لا، إنما الجيد مقدم الرقبة، هاي كلها قدام وورا يسمونها رقبة، القدام جيد، الخلف عنق، واضح مولانا؟ والبعض يقول لا، ثلاثة معنى واحد. هسه ما يهم الناس شلون ما كان. الشاهد الله سبحانه وتعالى يقول هاي في جهنم أنا خلي لها حبل في عنقها، هذا الحبل بخشونة المسد وبحرارة النار وبثقل الحديد. شوف ايش قد خبيثة هذه. هذه المرأة لما نزلت الآية وامرأته حمالة الحطب، جابت حجارة كبيرة وركضت ورا النبي، اجت الى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان واقف مع احد اصحابه، واقف مع احد اصحابه، فقال له يا رسول الله ان ام جميل تحمل الحجر لترميك به، هاي جايه تضربك بالحجر. قال لا تخف، انها لا تراني، ما راح تشوفني. قال له وكيف لا ترى؟ قال لا تراني. وصلت هذه، النبي واقف وهذا الصحابي هم واقف، قالت له اين صاحبك؟ وانا صاحبك. قال حيث يشاء الله، ما قال وين ما وين، حيث يشاء الله. قالت قل له والله سأرميه بالحجارة، هجاني سأهجوه، يعني حكى علي بالقرآن، سأهجوه وأنا شاعرة. وألقت أبيات ضد النبي، ما عدا أدبية وأبياتها شوية مخجلة. زين أبيات ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت هميتة مرانة شنيعة. هذا أبو لهب، طبعا الكلام فيه مطول، أنا كاتب كثير، واضح مولانا؟ هذا الكلام عن أبي لهب في القرآن الكريم. قبل لا أنا أخلص، في القرآن الكريم أخوان العزيز، أخوان الأعزاء مولانا، في القرآن إحنا عندنا زوج وزوجة خوش وادم، زوج وزوجة خوش وادم، وين؟ مرج البحرين، ياهم علي وفاطمة، عفية، مرج البحرين علي وفاطمة، يطعمون الطعام على حبه علي وفاطمة. أو عندنا زوجان مشركان، تبت يدا أبي لهب وامرأته حمالة، اثنين أخيار واثنين أشرار. عندنا بالعكس، الزوج مؤمن والزوجة مشركة، ياهو نوح وزوجته، لوط وزوجته، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. وعندنا بالعكس، الزوجة مؤمنة والزوج كافر، ياهو عفية عفية ما شاء الله عليكم، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمل إلى آخر. والعمران آسيا وفرعون، واضح حبيبي؟ هذه بالنسبة إلى أبي لهب. بالعكس هذا أبو لهب، وهذا شدة العداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عدنا من مولانا قمة الإيمان، رجل الإيمان، مؤمن قريش، مؤمن البطحاء، عفية، ياهو أبو طالب، أبو طالب، أبو طالب من المؤمنين الخلص لرسول الله، من المؤمنين. لا يأخذك الروج مولانا منا الموج وهذا يقول لك والله هيك، لا 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 لا، اتفاق العلماء فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب، فاطمة بنت أسد أم الإمام علي زوجة أبي طالب، اتفاق العلماء أنها آمنت أن هذه الزوجة
مؤمنة زين وبقت عند أبي طالب إلى أن ماتت. زين إذا كان أبو طالب مشرك فكيف تبقى فاطمة في ذمته؟ فاطمة إذا كان مشرك ومات على الشرك والعياذ بالله وحاشا له ها؟ كيف تبقى فاطمة بنت أسد في ذمة الرجل؟ فإذا دلالة هو شنو؟ هو مؤمن. أنا أعطيك بس رواية واحدة خاطر نعرج عن المصيبة طويلة المصيبة مولانا. الرواية طبعا كثيرة الروايات أنا كاتبين، أعطيك رواية واحدة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول نزل جبرائيل فقال يا رسول الله اسمع إن ربك يقرئك السلام ويقول إني قد حرمت النار على صلب أنزلك ياهو عبد الله عفية وبطن حملك آمنا وحجر كفلك لا حجر كفلك أبو طالب عفية نعم فالصلب يكمل الرواية فالصلب صلب أبيك عبد الله بن عبد المطلب والبطن الذي حملك آمنة بنت وهب وأما الحجر فحجر أبي طالب. إذا الرجل مؤمن لو مؤمن مؤمن وأكو أدلة كثيرة مولانا لشدة حب رسول الله لهذا الرجل شقد ما كان يحبه. أبو طالب عنده 4 أولاد من جملة أولاد ياهو عقيل والنبي كان يحب عقيل. ليش يحب عقيل؟ شوف الأدب يقول للإمام علي عليه السلام يقول له إني أحب عقيل حبين. اسمع حبيبي إني أحب عقيل حبين حبا له لأن أنا أحبه ابن عمي أنا أحبه وحبا لمن لحب أبي طالب إياه لأن شو قد يحب عمه إذا كان مشرك النبي ما يحبه ولا مولانا. بعش أكمل الرواية اسمع وإن ولده يخاطب الإمام علي يعني ولد من؟ ولد عقيل وإن ولده المقتول في نصرة ولدك ياهو الحسين عليه السلام لتدمع عليه عيون المؤمنين وتبكي عليه الملائكة المقربين. هذا مسلم مسلم ابن عقيل هذا الرجل عمره في كربلاء رواية 37 سنة ورواية 38 سنة عمره كان بكربلاء 37 عند مقتله 37 أو 38 والبعض أقل والبعض أكثر. ولد هذا الرجل في المدينة المنورة على أصح الآراء سنة 22 من الهجرة أكبر من أبي الفضل العباس سلام الله عليه بسنتين 3. زين مسلم ابن عقيل كان بطل همام ضرغام شجاع تدرب القتال وضرب السيف عند عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكان قائد الجيش على ميمنة جيش علي بن أبي طالب في حرب صفين. إيش قد بطل كان هذا؟ بطل بطل. زين الآن أقرأ لك أنا المقتل هسه أقرأ لك المقتل. يقول في المقتل من شدة بأسه إيش قد ما قوي من شدة بأسه كان يأخذ الرجل فيلقي به فوق سطح الدار. إيش قد بطل هذا؟ بطل قوي. ولهذا حرب مسلم بن عقيل يختلف ويحربي أبي الفضل العباس ويحربي علي الأكبر ويحربي كربلاء. حرب كربلاء ساحة مفتوحة العدو يشوفني وأنا أشوفه وين ما يركض العدو شنو أشوفه. لكن حرب مسلم بن عقيل شنو كان؟ حرب مغلقة بين البيوت ما يعرف الطقة منين تجي مولانا. حفروا له حفرة وسووا نار بيها وطيحوا كذا هاي المرض ضربة ذاك الطفل ضربة النار سهم ما تعرف من رجال صغار الكل فوق سطح الدور مولانا من الأزقة والشوارع كل الضربة. وأبدى شجاعة أبدى شجاعة هذا الرجل ثقة الحسين سفير الحسين ابن عم الحسين. هذا الرجل بكى عليه الحسين زوجته رقية بنت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه رقية بنت الإمام علي رقية الكبرى. ماتت رقية الكبرى تزوج رقية الصغرى أنجب 4 أولاد وابنية عند 4 أولاد وكلهم ماتوا طبعا 4 أولاد 2 ماتا في كربلاء مع خالهما الحسين و2 إبراهيم ومحمد الأصغر وين ماتوا؟ قتلهما بعد في القصة المعروفة أطفال مسلم بالعراق قتلوا زين في عهد عبيد الله بن زياد. أو عند بنية البنية شنو اسمها مولانا؟ حميدة. حميدة كانت مع السبايا وإنها مصيبة إن شاء الله نطرق لها. دخل إلى الكوفة بايعوا 18,000 نفر في
أيام اللي كان في الكوفة، لكن في ليلة وضحاها دخل عبيد الله ابن زياد، دخل عبيد الله ابن زياد وغلب الأمر الرأي العام ضد الحسين عليه السلام، وهدد الناس بالقتل وطمعهم بالمال، فالذي كان يخاف تكتر واللي كان طماع أخذ. ها؟ مسلم ابن عقيل لم يبقى معه إلا 10، صلى التفت بعد الصلاتين حتى 10 هم لم يجدهم، بقى مسلم وحيد فريد، لا يندل المنطقة ولا يندل الكوفة ما يعرفها. شباب انطوني شوية صوت، شوية طوها صوت السماعة أنا أقرأ عليك يا فريد. ما يندل غريب، غريب الدار محد وكلها أعداء ضده، كلها ضده، وخلى جائزة ثمينة كبيرة، من يأتيني بمسلم ابن عقيل حيا أو ميتا. أجى مسلم ابن عقيل، وصل إلى امرأة تدخل وتخرج، تدخل إلى دارها وتخرج كأنها تنتظر شيئا. قلها أمت الله، هي تنتظر ولدها، أمت الله هل لك شربة ماء تسقيني؟ أي قالت بلى على الرحب والسعة. راحت جابت له ما يعطته، شرب الماء وين يروح؟ ما عند المكان، جلس عند الباب، لأن هي صاحبة أخلاق، إن شاء الله ربي لا يحسسك بغربة، كل لا يظل واحد غريبي والله، واللي يضايق الغربة يدري الغربة شنو، وكلها أعداء. ها؟ قعد عند الباب وين يروح؟ رجل بطل سفير الحسين من آل هاشم ويقعد بالباب وما عنده مكان. راحت المرأة سدت الباب، خرجت شافت تقاعد، قالت يا أخ العرب يا رجل لا تجلس، لا تجلس، قم من باب داري روح. زين دخلت مرة ثانية أو طلعت شافت تقاعد، وين يروح؟ ما عنده مكان. قالت يا رجل لا يحل لك الجلوس بباب داري ولا يحق لك ذلك، قم من باب داري. دخلت خرج شافت تقاعد، يا رجل أنت غريب ما عندك أهل. يقول نظر إليها، وين أهلك؟ أقرأها إليك. ها؟ يقل لها أوعينا مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشيري. أنتم واسو واسو، جزاكم الله خير. أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، غريب الدائر وأهل بغير ديرة. من أنت بغير ديرة؟ أنا مسلم الفاجد نصيرة. أنت مسلم على الرحب والسعة، سيدي ومولاي استقبلته طوعا، أدخلته في دارها، لكن طيلة الليل عبادة وتهجد كعمه أمير المؤمنين، ما إن بزغ وجه الصباح وكان منشغل بالصلاة والدعاء، إذ سمع وقع حوافر الخيول وأصوات الرجال فعجل في دعاء، عجل بالدعاء وخرج إليهم لبسلامة حرب، وقال يا نفس اخرجي إلى الموت الذي ليس له محيص. فقال الطوع سيدي أراك تتأهب إلى الموت، تتحضر إلى الموت. قال لها نعم لا بد لي من الموت، وأنت قد أديت ما عليك من البر والإحسان، وقد أخذت شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عظم الله لكم الأجر. فاقتحموا عليه الدار فخاف أن يحرقوا عليه الدار، فخرج وشد عليهم حتى أخرجهم من الدار، ثم عادوا عليه احتوشوه من كل جانب ومكان، أين المنادي ومسلما؟ لا تخجل لا تخجل ساعدني. أيوة سيدا عظم الله لكم الأجر. فحمل عليهم وهو يقاتلهم
وهو يقول هو الموت فاصنع ويك ما أنت صانع، فأنت بكأس الموت لا شك جارع، حتى قتل منهم واحدا وأربعين رجلا، وكان من قوته أنه يأخذ الرجل بيده فيرمي به فوق البيوت، فلما أكثر القتل فيهم طلب القائد محمد بن الأشعث النجدة من عبيد الله بن زياد قائلا أدركني بالخيل والرجال، فأنفذ ابن زياد يقول ثكلتك أمك وعدموك قومك، رجل واحد يقتل هذه المقتلة العظيمة، فكيف لو أرسلتك إلى من هو أشد بأسا، ويقصد به أبي عبد الله الحسين، أين المنادي والسيدة؟ فأرسل إليه ابن الأشعث أتظن أنك أرسلتني إلى بقال من بقالة الكوفة، وإنما وجهتني إلى بطل همام وشجاع ضرغام من آل خير الأنام، فأرسل إليه بالعسكر وقال اعطه الأمان، فإنك لا تقدر عليه إلا به، عظم الله لكم الأجر، وقد أدخل مسلم بالجراح لأنهم احتوشوه من كل جانب ومكان، ففرقة ترميه من أعلى السطوح بالنار، وفرقة بالحجارة، وأخرى بالسيف، وأخرى بالرماح والسهام، واشتبك مسلم مع بكر بن حمران فضربه بكر على فمه الطاهر، أين المنادي ومسلما؟ فقطع شفته العليا وأسرع السيف إلى السفلى، فلما رأوا ذلك أشرفوا عليه من فوق البيوت، وأخذوا يرمونه بالحجارة ويلهبون النار في أطناب القصب، وهو يقول وويله من دارت علي هلقوم من صارت علي لم، ومن دارت علي هلقوم من صارت علي لم، كون حسين يا عباس يسمع نخوته ويم، ماكو ناصر إلا ومن ضربه على راسه، ومن ضربه على راسه وشيبة خضب بدمه، مثل ما خضبه بالدم يردها مخضبه بدمها، عظم الله لكم الأجر، قال محمد بن الأشعث لك الأمان يا مسلم، فقال مسلم أي أمان لكم أيتها الغدرة الفجرة، وأقبل يقاتلهم وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، وطوع على سطح دارها تنادي يا مسلم ويا ذاكر يوم عمك، يا علي اقرا وياها يا مسلم ويا ذاكر يوم عم يجيك عاينك خارج بدم وحيد عظم الله لكم الأجر، أذخن بالجراح حتى عجز عن القتال، فأسند ظهره إلى جنب جدار فضربوه بالسهام والحجارة، فقال ما لكم ترمونني بالحجارة كما ترمى الكفار، وأنا من أهل بيت النبي الأبرار، ألا ترعون رسول الله في حترته، ثم حفروا له حفيره. وصلنا إلى المصيبة الكبيرة أخوانها، أخفوا رأسها بالدخل والتراب فأوقعوه بها، وضربه محمد بن الأشعث على رأسه، وأخذوه أسيرا إلى عبيد الله بن زياد، يا مسلم ويا ذاك اليوم
عباس يا عباس يا مسلم ويا ذاك اليوم عباس يجيك بشيمته ومفرع ويشوفك يا مصابك نذل الأرجاس. أخذوا مسلم أخذوه إلى عبيد الله أعطوه شرب من الماء باردة بعدما طلبها ومنعوه وجاءوا بها. أراد أن يشرب مرة لم يستطع أن يشرب الماء لأن ما عنده شفاء. مرة ثانية عظم الله لكم الأجر فسقط الثنايا في الماء لم يشرب الماء. قال الحمد لله لو كان لي من الرزق المقسوم لشربت. أدخلوه على ابن زياد لم يسلم على ابن زياد. قيل له لماذا لا تسلم على الأمير؟ قال والله ليس بأمير لي أميري حسين ونعم الأمير. التفت ابن زياد قال والله سأقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام. أمر به أن يصعدوا به إلى أعلى القصر. عظم الله لكم الأجر والناس تحت القصر الكل ينظرون إلى مسلم وبكر بن حمران بيده السيف. التفت مسلم يا بكر دعني أصلي ركعتين. قال صلي ما شئت. صلى مسلم ركعتين ثم توجه إلى الحسين قال السلام عليك يا أبا عبد أنا وين الذي يوصل بهالحين لأرض المدينة ويخبر حسين مسلم وحيد وما له معين ودارت علي القوم صوب. عظم الله لكم الأجر قدمه اللعين إلى القتل فهز سيفه وضرب مسلم على رأسه. أين المنادي ومسلما أيوا سيدا ومظلوما فأسقطوا جسده إلى تحت القصر. خويا ينجار عاد ليستجير يكون ينجار وعن تطل حليف الشرف ينجار مثل مسلم صدق بالحبل ينجار وتتنامس بشكل علوج ومي. أويلي دخلوا السبايا أقوصية دخلوا السبايا إلى الكوفة وإذا بامرأة وقفت بباب خريبة الكوفة التي لا تقيهم من الحر ولا من البرد. ما تريدين أمة الله؟ قالت أريد حميدة بنت مسلم. أين حميدة بنت مسلم؟ قالوا لها من أنت؟ أدخلوها على حميدة واضع رأسها بين ركبتيها باكي يا حميدة من أنت أمة الله؟ قالت أنا التي آويت أباك. أنا طمعة نظرت إليها حميدة تقلها عما يطاع احكي لي حاله. الفاقد أبو هنا يتحسس عما يطاع احكي لي حاله من طاح ياهو تدناله يما تدناله غسلوا عني القاع شال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم شافي وعافي كل مريض يا الله. بالأخص من أوصاني بالدعاء اقضي حوائجهم بباب الحوائج أبي الفضل العباس يا الله. عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان ورحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. ضريحك للملائك عرشهم خير البرية مرقدا ومزارا لم ترضيه الأرض.
من